يا ابني يا ابني يا ابني كفايه ها كفايه كحه مش عارف اركز وبعدين معلش يا دول اصل البرد ايه هيموتني خالص ما البرد ما انت نقلته له اهو بقيت مسكون مش عارف اقول مين مش عارف اقول مين خلاص كفايه كده يا ابني يا ابني طب دول والنبي في دواء كده عندك في الرف هتقول هتقول يا دول بسرعه ايه ده كل دي ازايز دواء الله لا 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 انت شربت كل دول يلا ايه يا ابني ده كله ده الكحه جامده قوي دوله بقى خد يا والله يا اخي انا مش عارف يعني انا من غيرك كنت عامل كنت اعمل ايه يا دول كنت جيت وخدت الدواء من هنا وخلاص ايه يا ولا انت بتشرب الدواء كله على بق واحد ولا ايوه دوله ايوه دوله ايه ما هو يا دولة مكتوب عليه دواء للشرب للشرب تشربه مرة واحدة معلقة معلقة يا ابني لا هو مكتوب للشرب يا رمزي ما هي لمطك دي هي اللي هتبوظ لك الدنيا خلاص اقعد بقى مش خدت الدواء بتاع الكحة ايوه طيب يا رب يجيب نتيجة حطها بقى جنبك هنا ماشي يا سيدي ماشي وايه الرقم اللي انت كاتبه ده رقم ايه انت بعت تمثال لتوت عنخ امون بمليون جنيه يا اخي ايه الحركات دي يا عم سلامه النظر يا دول سلامه نظر انا ايوه يا ابني يلا مليون جنيه وانت كاتبهم اهو يا ابني 100 يا ابني يا ابني ما انت اللي كاتب انت اتعميت ياد ولا ايه لا لا يا دول ما اسمحلكش لا ده انا بقول لك ايه انا لسه كاشف على قرن النظر اول امبارح ولقيته 6/7 يا دول قرن النظر ده كشفت عليه في المذبح ده ولا ايه لا يا اخويا في الصيدليه اللي جنبنا اللي بشتري منها كل حاجه ده انا حتى لسه عامل تشيك اب عندها على الصيدليه ده رخيص قوي دول ممكن تعمل كل شهر عادي مالكش دعوه بيا اهو اتفضل ادي الرقم اهو مين اللي كاتب ده انا ولا انت ايه ده ايه دول انا مزغلل قوي كده ليه ايه ده ولا البتاع الكشكول ده هو اللي مزغلل مزغلل ايه مش فاهم مش عارف تقرا ولا ايه لا دول ايه يلا يا ده انا حاسس ان انا مزغلل كده في ايه يلا يا رمز ونفسي يغمى عليا وهرجع كده ودايخ ده انا حامل ولا ايه دول في ايه يلا يا رمز ما هو الدواء اللي انت عمال بتسفه ده الدواء ده بيتاخد معلقه معلقه كل شويه انت بتشربه كله على بعضه يا دوله ما هو الدواء مر يا دوله ولازم نتجرعه مش هتجرعه خلاص اهدى بقى اهدى اهدى ايه ده الزغلال اللي فجاه دي انت فين يا دول يا عم ايه الحركات دي انت فين يا عم حركات ايه يا لما انا قاعد اهو يا عم قاعد فين يا عم دول وايه البازار فين إيه انت شلت البازار ولا ايه يا عم شغل السحر ده يا عم دول في ايه يلا يا رمزي ايه ده دول إيه؟ طفيت النور يا دول ولا ايه ولا رمزي في ايه يلا دول انا مش شايف اي حاجه يا دول دول انا اتعميت يا دول ولا ايه دول انا اتعميت يا دول تعال السلام عليكم ايه ده دول الباب مفيش حاجه قدامك يلا خش بسرعه خش بسرعه ايا ايه معلش قلت لي حاجه قدامي يا دول ايوه دي كنبه كنبه يا حرام سلامتك يا رمزي الله يسلمك دي مين دي ياسمين ياسمين دي, دي رانيا رانيا يا شكلها اتغير قوي وانت شعرفك شكلها ايش عرفك شكلها وانت مش شايف متر قدامك يا خيبان اكيد دي سناء ايوه ما هو انا العمى بتاعي ما نسانيش لسانها الاعمى تعال 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 يا رمز تعال خش 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 بس يا سناء بس يا سناء مش عايزين وجع دماغ والنبي سيبها دول سيبها ايوه يا عم ما هو بلوه فقدان النظر اهون من بلوه لسان سناء ده ايه يعني عارف تنشن عليا وتصبني وانت اعمى ايه فتحت انا عميت دوله انا عميت دوله انت جاي اعمى اساسا طب يا حبيبي الدكتور قال لك ايه بس فهمنا مفيش يا ستي الدكتور بيقول ان هو جاله ارتفاع في ضغط العين مفاجئ فجاله عمى مؤقت او دائم انا عميت دوله انا عميت بقول لك ابص هضربك هخليك تبقى مشلول واعمى يا حرام يا عم رمزي والله صعبت عليا طب هو ده جالك ازاي مش عارف والله يا ياسمين اه صحيح يا دولة هو جالي ده ازاي
يعني الدكتور بيقول احتمال عشان شرب كمية كبيرة من دواء الكحة فهو اللي يكون سبب الحكاية دي يعني. فاحنا حتى ما لقيناش غير نقطتين في إزازة كده هو في دواء الكحة اللي شربه بعتناهم يتحللوا. بس بذمتك يا دولة مش أنا خفيت أهو ما بقتش كح؟ آه ما بقتش كح بس اتعميت ما شاء الله. أنا اتعميت يا دولة. أوعى بص بص هخزع لك عينيك ده أهو. طيب يا جماعة عشان بس أنا أبقى فاهمة، هل دواء كحة بيجيب عمى؟ لا هو في العادي ما بيجيبش أي عمى، بس احتمال يكون الدواء ده كان ملوث وهو اللي عمله الحكاية دي. إشاعات مغردة يا دولة. أيوة ما أنا الحمد لله ما بقتش كحة أهو. أنا اتحميت يا دولة اتحميت. يا حرام يا حرام يا عم رمزي، طب أنت كده خلاص مش هتعرف تقعد في البازار تاني. لا يستحيل يا ياسمين، لا يستحيل، محدش يقدر يهوب ناحية البازار طول ما أنا موجود، دولة ما يقدرش يستغنى عني. مش مسألة ما ينفعش استغنى عنك، بس ما ينفعش فعلا رمزي تقف في البازار، هتتعامل إزاي مع الزباين يعني؟ أنت بالكتير هتبقى تأهيل مهني وأنا هجيب حد يقف مكانك بقى في البازار. كده دولة؟ كده تقدر تستغنى عنه وتعمل معايا كده دولة؟ خلاص يا رمزي خلاص، سلم بالأمر الواقع، أنت خلاص مش هينفع تقف في البازار تاني. لا لا يا نقنق، البازار ده محدش هيدخله ولو على جثتي، انا بس اللي هدخل البازار، البازار ده حياتي، انا رايح البازار. انا عميد. ها اخترت ولا لسه؟ اخترت. حلو قوي، لو سمحت بكندي. يا سلام، انا احب اهنيك على اختيارك ده، هو التمثال اللي في ايد حضرتك ده هو ده احسن واشطر تمثال هنا في البازار. التمثال ده بيرجع للاسره ال 278. تمثال ايه هو 278 ايه؟ انا بسالك على ورقه البردي دي بكام. ايه ده، هي اللي في ايدك دي ورقه بردي؟ ايوه. طب وريني كده. اتفضل. انت بتعمل ايه؟ بقراها بطريقه الصوابع بتاعتها. انت لسه هتفك رموز الورقه؟ سلام يا عم. خد 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 خد. انت ايه مش شايف ان انا مش شايف؟ بلا مؤاخذه معلش انا اسف. بص عليك يا اخي، الناس ما عندهاش نظر. الورقه دي يا سيدي ب 50 جنيه. ماشي اتفضل. فين؟ حطها لي على المكتب اهي. دي كام؟ 100. يبقى انت ليك كام؟ 50. ايوه كده، اتفضل يا سيدي، خد بقى من هنا 50 جنيه. ده بجد؟ ايوه. طيب خلاص، الف شكر الف شكر. مع الف سلام. الف شكر. خد هنا. ايه في ايه؟ انت بتستعماني؟ فاكرني ايه، اهبل ولا كورك؟ خد يا بيه، نسيت الورق ده. ايه يا سلام على الامانه، انا اول مره اشوف بياع عمى ومفتح قوي كده. الف شكر. مع الف سلام. الف شكر. مع الف سلام. سلامك معاك يا اخويا، فينك يا دوله؟ يا رمزي ايه الاخبار؟ تعالى تعالى اقعد يا دوله. شايف في زوله؟ اقعد اقعد انت مكاني. شايف زبون خارج فرحان ومبسوط ومعاه بضاعه كتير. ده الاشياء معدن يا دوله، انا مش عارف انت من غيري كنت هتعمل ايه. ده انا قبل ما انا يعني لما كان عندي نظر كنت فرير، لما راح مني النظر بقيت فورتيك، مش عارف لما هتشال هبقى ايه. مش مهم تبقى ايه، المهم يحصل يعني ان شاء الله. ها بعت شويه حلوين انا شايف يعني. ها ده ايه كام؟ 5000 جنيه. لا يا راجل، بعت ب 5000 جنيه؟ يا دوله الحمد لله الحمد لله. ده ياسمين كانت عايزه كتب ب 2000 جنيه، هاتهم يلا يا سيدي. 2000 جنيه بس؟ خد يا عم ومتع نفسك واشتري بناطيل جينز بقى وعوامات وتفسح. ها يلا مد ايدك. امد ايدي ايه؟ ده مفيش غير جنيه. لا يا دوله ده في كتير، ده 5000 جنيه. 5000 جنيه و50. 50 ايه ده؟ إيه جنيه ايه ده؟ جنيه. استعماني استعماني. اتاريه خارج مبسوط. تعال تعال، رايح فين رايح فين؟ ده انا هروح اجيبه يا دولة، ده انا هطلعه من بين الف واحد. هتطلعه ازاي اساسا وانت هتشوفه؟ لا يا دولة انت بتعيرني يا دولة بتعيرني. مش وقت معايرة. انا سمعت صوته يا دولة بوداني، ده هي اللي هياكلها التراب. ايوه، وبعدين انا قريت قبل كده يا دولة ان الواحد لما بيفقد حاسة الحواس بقى التانيين بقى بتزيد بقى. يا ابني حواس تانيين ايه؟ انت اساسا ما كانش عندك غير حاسة النظر وكانت بعافية، دلوقتي ضاعت خالص، خلاص ما بقاش عندك ولا حاسه، حتى حاسه التذوق. بتاكل الكشري على انه فول بالطعميه. يا اهبل يا اهبل. عيد يا دوله بتعايرني يا دوله بتعايرني. بعايرك. شوف بقى، مع ان انا جبله وما بحسش، بس انا هثبت لك بقى ان اول حاسه زادت هو الاحساس ده. يا سلام، حاسه الاحساس. يعني انت الاحساس عندك بقى بزياده يعني. ايوه يا دوله. دي الحاسه السابعه. ماشي، طب اتفضل وريني ايه احساسك هيودينا لايه بعد الخراب اللي انت عمال
عمال بتعملوا لي كل شويه ده؟ خلاص يا عم، خلاص يا عم، هسيب لك بزارك وحالك وفدادينك براحتك خالص بقى، وانا هروح اشوف حالي. ماشي. علشان انا بقيت اتب على ظهرك، انا خلاص بقيت تقيل عليك. ايوه بقيت تقيل. سلام مدوله. مع السلامه. اشوف قصدي بخير. اسمع وش بخير، يلا مع السلامه. رايح فين؟ رايح فين؟ انا ماشي يا دول. طيب هو فين الباب؟ تعال 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 تعال. انا بقى ايه، عشان اساعدك على الحاسه الوحيده اللي عندك. هساعدك واوصلك لغايه الباب. اتفضل. ماشي يا دول. اتفضل، عشان ايه ما بوظلكش الحاسه الوحيده اللي فضلاله. وديني فين؟ طيب خرجك بره البازار، مش انت بتقول بقيت تحس؟ يلا خلاص بقى. ماشي، على طول على طول. ايوه كده، خش كده، خش كده. انا عميت يا دول. بس خلصت من رمزي.